وطن منحازون للحقيقة. نحن اليوم في هذه الوقفة، وقفة الوفاء للمحامية العالمية بليت شيلانجر التي وقفت إلى جانب أسران الفلسطينيين ودافعت عنهم عشرات السنين وقد انتقلت إلى العلا ليرحمها الله. هذه المحامية التي انبرت للدفاع عن حقوق أسرانا وعن عدالة قضيتهم، دافعت عنهم في كافة المحافل سواء كانت الفلسطينية أو العربية الدولية، شهدنا لها المواقف العالمية في دفاعها عن أسرانا والتي كانت ترفض السياسات التي كانت تنتهجها إدارة مصلحة السجون والمحاكم العسكرية الإسرائيلية الظالمة التي كانت تفرض الأحكام العالية على الأسرى الفلسطينيين والغرامات الباهظة، حيث قضت جل عمرها في الدفاع عن أسرانا وكانت الرفيقة والصديقة والأخت لكافة الأسرى والتي انبرت للدفاع عنهم، والتي كانت دائما تقول أنه لا بد من تبييض السجون الإسرائيلية لأن الأسرى الفلسطينيين هم طلاب حرية وليسوا إرهابيين وليسوا قتلة كما تدعي إسرائيل. أولا هي رمز كفاحي عالمي، يعني آمنت بالإنسان وبحق الإنسان، آمنت بالقيم التي توافق عليها معظم سكان المعمورة. الفرق بينها وبين الآخرين أنها يعني جسدت القول بالعمل، أي أنها ناضلت ودفعت ثمنا باهظا لقاء مواقفها، عارضت الاحتلال، عارضت العنصرية، عارضت الظلم، وكانت سدا منيعا في مواجهة سياسات الاحتلال. ولأنها يهودية ولأنها كانت في ذلك الوقت تحمل الجنسية الإسرائيلية، كان لمواقفها الصارخة يعني أثر، يعني كونها يهودية هذا يضفي مزيد من المصداقية على موقفها، كونها محامية أيضا يعني تتحدث بلسان القانون وهي محامية مميزة أيضا كانت مصدر قلق وإزعاج للاحتلال، وتعرضت يعني في مرات عديدة إلى انتقادات وإساءات وما إلى ذلك. هي ولدت في ألمانيا، عاشت 88 عام، يعني كانت محامية، عملت ما بعد الاحتلال في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، كانت جريئة بكل معنى الكلمة، ومنذ البدايات الأولى لهذا الاحتلال فكانت عمليا نموذجا يعني الإنسان الإسرائيلي الذي يقف ضد دولته لأنها دولة احتلال، ووقفت مع الشعب الفلسطيني باعتباره صاحب حق بالحرية والاستقلال. اشتبكت مع دولة الاحتلال في كل المحافل الدولية، وثقت جرائم الاحتلال خصوصا في يعني أقبية التحقيق، ويعني لفتت الانتباه إلى جريمة عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وهاجرت من دولة الاحتلال احتجاجا على الجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها، ولكن واصلت دورها النضالي في الخارج وترأست الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الأسرى. وطن منحازون للحقيقة.